بما ان حضرتك كنت مهاجم كبير في الفرقه، راي حضرتك ايه في مستوى سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك الاساسي، وانطباعك بشكل عام عن مهاجمين الزمالك ناصر منسي، سامسون، اكينيولا؟ لا بص، انا الجزيره طبعا ثروه منتخب تونس، يعني انت بتتكلم في لاعب دولي، لاعب محترم، ثروه بيعرف يجيب جون من اصعب الفرص، بيعرف يجيب في ميزه كمان، بيعرف يخلق مساحات لزمايله، عنده انكار ذات، لاعب في اي وقت على فكره تحس ان هو مش موجود بس في وقت ممكن يجيب جون، وصراحه ده دي ميزه فيه الحقيقه، يعني لاعب بيلعب بيمينه ويلعب بشماله، بيلعب بدماغه كويس، لاعب بيخلص كويس قدام الجول. بالحقيقه عنده امكانيات مميزه. طبعا نصر، انا مقتنع بنصر الحقيقه، يعني مقتنع بيه تماما، ولكن طبعا نادي الزمالك عشان بيلعب بفرد واحد فبالتالي يمكن فرصته في اللعب تبقى قليله، ولكن اذا اخذ ماتشات صدقني نصر ده يبقى في حته ثانيه خالص. يعني سامسون طبعا يعني الظروف ما خدمتوش يعني بشكل اللي هو الكبير، ونزلت يعني التوقيت ده مش هينفع ان احنا نجرب، انت داخل باي اخفاق في دوري بتقلل من فرصتك بفوز في الدوري، في الكونفدراليه انت ماشي بشكل كويس باللي بتلعب بيه، فطبعا صعب ان انت تقدر تحط عناصر جديده في التشكيل، ولكن هو اثبت وجوده في مباراه بيراميدز طبعا في الكاس، وطلع يعني كلنا اقتنعنا بيه، وهو نزل مش هجيب لعيب قليل، ولكن اوقات الظروف بتخدم وظروف ما تخدمش، اوقات المدرب بيجي يبقى عنده قناعات بلاعب وما عندوش قناعات، ده اللي بيحصل مع زياده الماتشات والانسجام وفورمه صحيح. المباريات. الفيرو تحديدا لو ما لعبش احتسب الناحيه التهديفيه بيبعد شويه، فاعتقد ان هو يعني اعتقد سيف الجزيري انا وجهه نظري الشخصيه من افضل الفراوده في افريقيا كلها، لاعب زي ما الكتاب بيقول يعني فيرود محترم، فيرود مهاري، فيرود بيلعب يمين ولعب بشمال وبيلعب مش بيلعب عنده لعب بيخلص لك تعاوني مع ماتشات كتير، الزمالك، يعني بيعمل اسيستات كمان، بيلعب لعب تعاوني مع الزمالك، عنده بيبص انكار ذات. بيستلم بيبقى محطة في بعض الاوقات، فهو لعيب كبير. طب عايز اسال حضرتك عن رايك ورؤيتك للماتش سجرادة القادم وتاجيل مباراة الاتحاد لاجل غير مسمى، اللي طبعا كان في مصلحة الزمالك، وشايف ان كابتن معتمد هيلعب بنفس التشكيل امام سجرادة ولا ممكن يبقى فيه تغيير؟ لا هو طبعا فايز 4 المباراه اللي فاتت باداء بشكل بروح، اعتقد لو اللعيبه ان شاء الله موجودين ما فيش اي مشاكل إن في شاء الله. اصابات او حاجه، وان شاء الله يكونوا كلهم سلام، يعني اعتقد هيبدا بنفس التشكيل اللي لعب بيه، انا لما اكون كسبان مباراه 4 باكثر عرض اكثر من رائع بشهاده الجميع من الناحيه البدنيه والذهنيه والفنيه، فاعتقد ان انا ما اقدرش العب في تشكيل خالص، دي حاجه. التاجيل طبعا جه في مصلحه نادي الزمالك، نادي الزمالك في ارهاق الفتره اللي فاتت دي، خد بالك ضغط المباريات وضغط البطوله، المواجهات بتطلع من دوري، بتطلع من كاس، بتطلع من افريقيا، فاعتقد اي يوم زياده ده لمصلحه الفريق، لكن انا شايف تثبيت التشكيل مهم جدا جدا، بس انا مش عايزين نبالغ في حاجه ان احنا ده نادي الزمالك، يعني احنا انا شايف ان احنا فرحنا اكتر من اللازم، فرحنا كتير جدا، نادي الزمالك ده الطبيعي ان هو يكسب 4 ويكسب ويعتلي قمه المجموعه، طبيعي ياخد بطولات، فبالتالي وده اكيد الكابتن معتمد وجهازه كله اكيد 100% قفلوا على اللعيبه، لكن احنا شايف الاجواء اللي احنا بنتكلم فيها دي يعني زاد اكتر من اللازم، ده لا الطبيعي هي من الفكرة بس يا الزمالك. كابتن، يمكن الظروف اللي بيعيشها الفريق ونادي الزمالك اللي شغفه دايما لجمهوره عايز يشوفه في احسن حتة، فلما بيلاقي الفرقة راجعة على التراك الصح وبتعمل العادي اللي هو على رأي حضرتك انه العادي نادي الزمالك يكسب ويفوز 4 على فرق اقل منه في التصنيف افريقيا، ويفوز على فرق وصيف الدوري وثالث الدوري بسكور او حتى لو المباراة كانت صعبة، تمام مظبوط، ولكن العودة للمسار مرة تانية بتخلي جمهور الزمالك فرحان ومبسوط. هي دي الفكرة، بس دي النقطة. اكيد بس لها وقت معين ونقفل، لان اللي جاي برضه اصعب، انت حضرتك دي انت ان شاء الله الماتش الجاي تكسبه خلاص، والفوز بيجيب مكسب، الفوز بيجيب فوز والمكسب طبعا بيجيب مكسب، يعني الثقه موجوده والروح موجوده، فبالتالي ان شاء الله المباراه دي مهمه جدا جدا، لان خلاص انت خلاص بتحسم صعودك باذن الله بشكل كبير جدا، وبالتالي هتبدا بقى تاخد نفسك، هتلعب بارتياحيه برضه، ده في حد ذاته ما انتش مضغوط، يعني بتبقى تلعب مش لازم تكسب بره تكسب جوه، بتقدر برضه تدخل عناصر يمكن ما شاركتش لما تضمن التاهل، فبالتالي برضه بتكسب عناصر بتديها احتكاك قوي في بطوله افريقيا. يعني الحقيقة بنتمنى بالتأكيد كل التوفيق لفريق نادي الزمالك وكابتن معتمد جمال، ودايما يا رب نشوف جمهور الزمالك بيضحك ومبسوط وفرحان. كابتن عبد اللطيف الدوماني نجم نادي الزمالك السابق، بنشكرك شكرا جزيلا، نورتنا وشرفتنا يا كابتن.